مسيا طيبة للجميع مشاهدينا الكرام واهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه ساري المفعول إلى غاية ليلة اليوم إن شاء الله نهبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية حسب النماذج الرقمية مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال يوم الغد إن شاء الله عودة الأمطار خلال الليل لكن خلال ظاهرة الغد سحب ستزداد كثافة على المناطق الغربية والوسطى الأمطار ستلتحق ليلا تحت وقع رعود على شكل زخات ستخص الواجهة الغربية والوسطى أجواء مستقرة على شرق البلاد وكذلك المناطق الجنوبية هبوب رياح قوية على الهضاب العليا الوسطى وكذلك الغربية مما يعمل على تطير للرمال خلال ليلة اليوم إن شاء الله 9 درجات فقط على الصيف وكذلك البيض 20 درجة على العاصمة تيزي وزو والبويرة 11 درجة على بشار كذلك تم 18 درجة على الصحراء الوسطى أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله ارتفاع لدرجات الحرارة تقريبا على جل المناطق الشمالية تفوق المعدل الشهري اذا تتراوح ما بين 26 الى غايه 28 درجه، ننتظر 20 درجه على 20 عام والبيض، 28 درجه على ولايه غردايه، 26 درجه على تنرست، 32 درجه على الصحراء الوسطى، 33 درجه على اقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى كثير الاضطراب. على السواحل الوسطى وكذلك السواحل الشرقية مضطربة على السواحل الغربية رياح قوية تقريبا على طول الشريط الساحلي لن تتعدى 60 كيلومتر في الساعة أحوال وقت غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام الخامسة لثلاثين دقيقة ومسية طيبة للجميع في أمان الله